هذا ليس بإعلان لفندق، فخلف الفندق الفخم هذا شعب منسي. نحن منبوذون ولا نستغرب، لأن سيدنا المسيح وهو الفلسطيني منبوذ. في دبي مخيم لفلسطينيين مسيحيين بمعظمهم يحتفلون بالميلاد، غير أن مظاهر البهجة تخفت في سراديب القهر والتهجير، ولدى مسن كالعم يوسف نعمي المرارة ترافق كل مناسبة. المسيح اليوم ينظر إلينا من العلاء ودموعه تنزل، نحن ننتظر السيد المسيح أن يولد من جديد في قلوب البشر، وخاصة في قلوب الغرب الذي ابتعد عن المسيح. ظروف الحياة صعبة، فالمنازل ممنوعة من بناء سطوح تستبدل بألواح من حديد يلهو عليها أطفال يألفون الحياة على غرار شباب المخيم كلبنانيين بلكنتهم وعملهم وإن بلا هوية. المسيح مش قصته هو من فلسطين، هو لكل العالم، وكانت رسالته أنه اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، يعني تلمذوا جميع الأمم بالمحبة وعلموني سامحوا، وقبل ما تنام لازم تكون مسامح عدوك. ما منتطلع بالمسيح شخص سياسي، نحن منتطلع بالمسيح شخص علمنا التسامح والمحبة. حلم أنه تزور فلسطين وتزور الأرض اللي بلشت منها رسالة المسيح، هذا حلم مفروض يكون لكل مسيحي، بس للأسف يعني بحس الصراع حتى بفلسطين كأنه المسيحي بعد عنه، يعني أنه ما له علاقة يعني. وبيجوك هالناس والوفود الأجانب من برا وبيجوا يخبروك انه كنا فلسطين وزرنا وشو حلوه، وعرفت يعني انه غريب من اخر الدنيا له حق يجي يزور بلدك انت ما فيك تزوره. في التقليد المسيحي تعني هذه الكرات على شجره العيد الكواكب التي خلقها الله وتدور في فلكه. في وسط المخيم شجره علق عليها الفلسطينيون كواكبهم. ومن الذين عايشوا الحقبه التي فيها أصبحت كواكب الفلسطينيين مجسمات معلقة على شجرة العمة زكية. مشكور أنا عايشة لحالي. سمعت. وخلاص. كتر خير الله كل حال. الله بتركش حالي. كيف بتعيد عيد الميلاد؟ بتاخد. بقى لحالي. وهون اكتشفت أنا الفقير والمعاك ما حدا بحبه. الواحد بجيب ولد تفرح، فكيف رب الكون يعني. طبعا لو ما عندي فرح بس بهذا النهار قلبي بيفرح. من مخيم مرمي في أطراف النسيان يجلس مهجرون في منازل بلا سطوح، يعزون أنفسهم بمغارة وطفل يحمل بين يديه سكونا ووعد بحياة أفضل لا تعرف هجرة ولا ظلم. جاد غصن، قناة الجديد.